ماذا عن، حابب اكلم حضراتكم في الدقيقتين دول عن ماذا عن، ماذا عن ايه، ماذا عن وسائل اخرى بيتم الترويج ليها على انها وسائل تخسيس، ودي للاسف خطيرة جدا لان هي مش بتعتمد على معلومة علمية صادقة. زي ايه؟ زي بالون المعدة. بالون المعدة وسيلة مساعدة لإنقاص الوزن. بمعنى ايه؟ ما ينفعش اعمل بالون معدة لمريض كتلة جسمه فوق 40. ما ينفعش اعمل بالون المعدة بدون ما اشرح للمريض انه هو لازم يلتزم بنظام غذائي مع نظام رياضي. ما ينفعش اعمل بالون المعدة واقول للمريض ان انت هتعمل بالون المعدة وهتخس مش هترجع تاني، لان للأسف بعد ازالة البالون من المعدة المريض وارد يرجع في الوزن شوية تاني لو ما التزمش بالنظام الغذائي وبالنظام الرياضي المفروض عليه. حاجة تانية زي نحت الجسم او شفط الدهون. الاجراءات دي كلها دي اجراءات تجميلية لعلاج السمنة الموضعية وليست لعلاج السمنة كمرض. علاج السمنة كمرض هو حاجتين ملهمش تالت. اول حاجة هي الرياضة مع الدايت طبعا زائد او ناقص بالون المعدة كوسيلة مساعدة، او لما بتفشل المنطقة الاولى دي او لما تفشل الدرجة الاولى من العلاج يبقى جراحة السمنة. وزي ما قلنا ان هو نسبة نجاح الدايت والرياضة زائد او ناقص البالون في مريض كتلة جسمه فوق 40 نسبة لا تذكر. فما ننصحش ابدا لأي مريض كتلة جسمه فوق 40 ان هو يجرب بالون المعدة او دايت او رياضة، لانه نسبة الفشل عالية جدا ونسبة النجاح تكاد لا تذكر، تكاد تكون مستحيلة في مرضى عندهم كتلة جسم فوق 50. مهم قوي نعرف ان هو في بعض الجراحات الخاطئة لجراحة السمنة بيتم الترويج ليها بطريقة خاطئة زي جراحة التدبيس الطولي اللي بنسميه VBG Vertical Band Gastroplasty، ودي بتتعمل جراحة ما بتتعملش بالمنظار. وفي تعديل اسوأ ليها اسمه جراحة الفراشة بيتم الترويج ليه ان هو تعديل لهذه الجراحة. وللأسف الجراحتين دول جراحتين في غاية السوء سواء كنتائج او سواء كمضاعفات على المدى الطويل. الحاجة التانية ان الجراحات دي بطل استخدامها على مستوى العالم ليهم اكتر من 15 سنة. فننصح المريض ان هو ما ينخدعش بكلام براق، ما ينخدعش بتكلفة زهيدة وفي الاخر ينضر.